الأخير أنا الشلبي وبقرار شخصي محض منها وافقت على عرض المخابرات الإسرائيلية بإبعادها إلى قطاع غزة لمدة 3 سنوات مقابل تعليق إضرابها المفتوع عن الطعام الذي استمر 43 يوما. وبناء على ذلك تم حسب معلوماتي تعليق إضرابها هذا المساء عن الطعام. أود أن أشير بأن الأسيرة هناء شلبي وضعت تحت ظروف ابتزاز وتحت ظروف حصار تام وضغط هائل وشديد واستغلال لظروفها الصحية وتدهور وضعها الصحي بعد هذا الإضراب الطويل، مما وهيئها في وضعها في ظروف قاسية أدت إلى موافقتها الشخصية على هذا القرار الذي أعتبره قرار الإبعاد وقرار غير قانوني وجريمة من جرائم الحرب واستغلال لظروف أسيرة مناضلة عزلاء داخل المستشفى. وأنا أدين قرار الإبعاد وأعتبر أن هذا انتهاك فظيع لكل القوانين الإنسانية والدولية. متى سينفذ هذا القرار؟ لا يوجد يعني تاريخ محدد، ولكن يعني ربما بعد فترة قصيرة بعد أن تتعافى الأسيرة هناء الشلبي، حيث ستبدأ بتناول السوائل حيث وضعها الصحي صعب جدا ووزنها تناقص بشكل كبير. ومع أن هذا القرار صعب جدا، إلا أنني أحيي هذه الإنسانة المناضلة التي صمدت 43 يوما في وجه السجانين من أجل حريتها وكرامتها وضد سياسة الاعتقال الإداري. طيب سيد عيسى، هل كان لكم أي دور في وزارة الأسرة، وزارة شؤون الأسرة والمحررين والسلطة الوطنية أو هيئة الشؤون المدنية في إبرام هذا القرار؟ لم يكن لنا أي دور كسلطة فلسطينية في هذا القرار، ونحن لا يمكن أن نقبل بقرار الإبعاد لأي أسير أو أسيرة، وكنا نطالب مطلبنا الوحيد وكان الإفراج الفوري عن الأسيرة هناء الشلبي وإلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقها.